وحول قضية الفساد في مصرف الرافدين والتي كشف عنها مؤخرا ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، وعبر سكايب أيضا من بغداد الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما معي دكتور صباح ودكتور حامد. أهلا وسهلا. اسمح لي أبدأ معك دكتور حامد عن سؤال عن تعليقك على هذه الفضيحة، ما وصفت بالفضيحة الجديدة لمصرف الرافدين. في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ يونس، تحياتي لكم ولضيفك الكريم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة هذه فضيحة صحيح هي يعني بحجم ضخم بقضية التعويضات والالتفاف حول قضايا إدارية كثيرة ساهم بها اكثر من جهه، يعني كان يكون مصرف الرافدين والبنك المركزي واستغفال وزير الماليه وطبعا الوزاره والمسؤولين باجمعهم، الا انها لم تكن الحقيقه جديده على الساحه العراقيه. يعني انا شخصيا الحقيقه كنت استاذ في جامعه بغداد، شعرنا في وقتها لما جاءوا بمنظومه الكي كارت حقيقة هناك تلاعب، هناك يعني سرقة أموال من موظفي الدولة، وهناك أيضا محاولات لغسيل أموال بطريقة الفضائيين. يعني الكي كارت كانت فعلا فرصة أمامهم أنه يضيفون أسماء بآلاف إن لم يكن بمئات الآلاف من الفضائيين لصرف رواتب دون أن يكون هناك فعلا يعني شخوص يعملون في هذه المناصب التي حددت بمرتبات عالية وتهريبها إلى الخارج. يعني هذه قضية جوهرية، لذلك البوابات هذه الحقيقة هي ليست شكل جديد من أشكال الفساد وسرقة أموال العراقيين، لأنهم مثل ما تفضل تقريركم أنه هي بالإضافة إلى كونها أنه فساد للتجاوز على يعني خطوط عامة وشروط للإجازة، هناك أيضا تجاوز على قضايا كثيرة منها المزاد العملة، منها سرقة الأموال، منها استحصال رسوم لا داعي إليها، لأنه المصارف الحكومية بإمكانها أن تعمل بهذه العملية المباشرة، أن تصرف الرواتب من الدوائر والوزارات إلى حسابات تفتح للموظفين وللمتقاعدين وتنتهي مثل ما موجودة في يعني معظم دول هذا العالم. هذا إن كان هناك ثمة من يهتم بالشفافية دكتور حامد. اسمح لي أنتقل للدكتور صباح وأسألك دكتور عن هذا العقد وما جاء فيه، هل يمكن أن تعقد المصارف عقودا مع شركة حديثة التأسيس لا تملك سوابق أعمال؟ كيف يمكن أن توصف شروط هذا العقد وما أحاطت به من ظروف؟ تحية لكم ولضيفكم الكريم. كما ذكر ضيفكم حقيقة أن الفساد المالي والإداري وعملية سرقة المال العام هي ليست جديدة اليوم، وإنما بدأت منذ 2003 ولغاية اليوم وتتعمق في مفاصل الدولة. يعني لاحظ أن عمليات الخرق للقانون في التعاقد لمصرف كبير جدا كمصرف الرافدين الذي يمول حكوميا حقيقة، وارتباطه الكبير بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي، نلاحظ كلنا ندرك أن هناك غاية كبيرة جدا في عملية غسيل الأموال وعمليات سرقة المال العام وتهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق، ليس جديدا. يعني قبل عدة أيام تمت عمليات كشف عن عملة عراقية مزيفة قادمة على طائرة قادمة من بيروت، فإذا هناك برمجة حقيقة لتدمير الدينار العراقي والاقتصاد والوضع المالي العراقي أيضا. هذه الشركة التي تعاقدت مع مصرف الرافدين بالتأكيد يشوبها خلل كبير جدا، والدليل أن بعد عمليات فسخ العقد تم إقالة المدير العام للمصرف بتاريخ 9/3/2021، يعني يدلل على أن الجهات التي وقعت
على العقود لم يتم مراجعة حقيقية لقواعد التعاقد الخاصة بوزارة المالية، فهذا أعطى إمكانية لعمليات خروج عن القواعد الأساسية مع هذه الشركة التي لا تمتلك رأس مالا كي تمتلك التعاقد بشروط. سنتوقف عند هذه النقطة دكتور صباح، عند هذه النقطة كيف يعني يتم التعاقد مع شركة لا تمتلك أكثر من 7 ملايين دولار يتم التعاقد معها بمليارات الدولارات؟ اسمح لي أنتقل للدكتور حامد. دكتور حامد، إلى أي مدى ترى أن هذه الفضيحة كما قال مراقبون لم يكن أو تكن لتكشف لولا الخلافات السياسية المتصاعدة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي؟ هو هذا العامل ساعد كثيرا بدون شك. يعني احنا يعني اذا رجعنا الى مبدا السراق يتفقون على السرقه او اللصوص يتفقون على السرقه ثم يختلفون على الحصص، يعني توزيع الحصص فيما بينهم، اي اختلاف سوف يفشل عمليه السرقه برمتها وتفضح يعني وتصبح فضيحه. هذا عامل مهم، لكن العامل الاهم هو انه الشعب العراقي وعى يعني كثيرا الان، بدليل أنه ثورة تشرين المباركة لم تأتي من فراغ، جاءت لأنه هناك يعني ظلم اجتماعي اقتصادي مالي سياسي لشرائح مختلفة من المجتمع العراقي. لذلك الآن التغيير إذا تحدثنا عنه فهو أجبر الطبقة السياسية أن تتناحر فيما بينها، هذه نقطة مهمة. يعني من يأتي في المرتبة الأولى، هل الخلافات أم ردود الأفعال الشعبية؟ ردود الأفعال الشعبية واضحة جدا، لم تكن حديثة، لم تأتي فقط في ثورة تشرين المباركة في 2019 وإنما سبقتها في وثبات وانتفاضات واحتجاجات كثيرة كانت أيضا، وهناك أيضا لا ننسى الشرائح من الموظفين والمتقاعدين وحتى اللي احنا نتحدث عنهم الان المحاضرين المجانيين ايضا لهم وقفات كبرى، يعني حتى امام الوزارات نتيجه الظلم الموجود، نتيجه معرفتهم معرفه جيده انه اموال الشعب تسرق. لذلك لابد انه الوقوف بالضد من كل الظلم اللي الان يتركز على انه شعب عراقي يمتلك المليارات، مئات المليارات تسرق، فكيف نسكت عن هذا الظلم؟ لذلك انا اقول الصراعات بين هذه الكتل، بين اللصوص، هذا عامل مهم، اضافه الى انه هناك كشف حقيقي للراي العام العراقي والاقليمي والدولي، هذا الفساد حجمه ضخم جدا. لذلك لا يمكن السكوت عنه. هذه هاي الحقيقه راح تؤدي الى نتائج ناتي فيما بعد لها، نتائج وخيمه على الطبقه السياسيه الفاسده التي جثمت على صدور العراقيين خلال 20 سنه الماضيه. اشكرك دكتور. دكتور صباح، نعود الى العقد وما جاء فيه من الناحيه الاقتصاديه او الماليه، هل يمكن ابرام عقد بمئات الملايين من الدولارات مع شركه راس مالها 7 ملايين فقط؟ وهناك نص في العقد المبرم على شرط جزائي ب 600 مليون دولار، يعني والسؤال يدور عن قانونية ذلك أو وجود إدارات قانونية في المصارف تنظر في هذه العقود. أول جانب جوهري أن ما قاله الخبير القانوني والمستشار الشركات السيد رؤوف أحمد الذي يقول دائما أن العرف السائد هو أن جميع المحاكم التي تقضي بمثل هكذا أحكام تحاول أولا الحفاظ على المال العام بقدر ما يسمح به القانون، فدليل على أن العقد يحتوي على كثيرا من الشروط القاسية التي تعمل على حماية الشركة، وربما هناك خلل في هذا الجانب يؤدي بذلك إلى عمليات التعويض من قبل المحاكم. ولذلك نلاحظ هناك أيضا إمكانية قانونية أولا للتمييز بصراحة والاعتراف من قبل البنك المركزي، عفوا وزارة المالية، وكذلك أيضا البنك الرافدين بإمكانه الاعتراف على قرار المحكمة و العمل على زيادة في التحقيق في مسألة العقد من حيث القانونية، وهل
المستشار القانوني لمصرف الرافدين اطلع بشكل دقيق جدا على شروط العقد. هذه الجوانب بصراحة مع الأسف تتخلخل بشكل أو بآخر. حتى النزاهة لم تمتلك تلك الإمكانية العالية في عملية الردع لعمليات الفساد في التحقيق، والتي تمتلك حاليا آلاف الملفات على كثيرا من الفاسدين، ولكن لم تحرك ساكنا مثل ما ذكر ضيفكم الكريم أن عملية الخلاف السياسي القائمة حاليا كشفت لنا كثيرا من حالات الفساد التي تعشعش في مفاصل الدولة ووزاراتها في مسألة سرقة ونهب المال العام. نعم دكتور. دكتور حامد، أشرت في حديثك إلى المطالبات يعني والمظاهرات المطالبية التي تخرج من كثير من قطاعات المجتمع العراقي ولا ينظر فيها، بل تقمع من على يد قوات الأمن. في المقابل، هل من المتوقع دكتور أن يحاسب يعني القائمون على هذا الأمر، على هذه الفضيحة وغيرها، من القضاء أو من الحكومة العراقية، أم أن الاستقالة تكفي في هذه الحالة؟ أشوف أستاذ يونس، التعويل على القضاء بالوقت الحاضر وهو مسيس، والتعويل على الجهات الإدارية الرسمية، هذه عملية الحقيقة مشكوك فيها، لأنه جربنا إحنا خلال هذه المدة، مدة 20 عام من استشراء الفساد يعني وسرقة المال العام، يعني أمام الأنظار وسماع الجميع، يعني الكل يعرف الآن حجم الفساد، والعالم أيضا يعرف، منظمات هي محايدة أيضا قيمت بأنه العراق هو يعني في قاع الدول التي تحارب الفساد، يعني الفساد مستشري منظم، منظومة، هناك منظومة فساد وليست جهة واحدة، لذلك هذه المنظومة محاربتها من قبل المنظومة ذاتها هذا عملية صعبة. من يحارب، من الفاسد الذي يحارب الفساد؟ هذه أمر مشكوك فيه. نعم. الوسيلة الوحيدة لمحاربة الفساد هي الثورة، الثورة الاجتماعية العلمية، التصدي الشعبي لكل المنظومة السياسية الفاسدة التي جاء بها من الخارج، يعني جاءت بهم أمريكا وإيران، لذلك لا يهمهم هؤلاء، لا يهمهم بناء بلد، يبقى يهمهم أنه أولا يعني سرقة الاستحواذ على المال العام وعلى كل مراكز سلطة القرار، اثنين الإبقاء على هذا النفوذ، وهذه قضية الآن ترسخت في ذهنهم أنه هم باقون، لكن هذا ليس صحيحا، لأنه لا، يجب أن لا تدوم لهم. الشعب الآن وعى تماما، يعني استوعب الدرس من أنه القضية هذه انتهت، لا يمكن استمرار هذه الطبقة السياسية الفاسدة، هناك ثورة اجتماعية سلمية يجب أن يطاح بهذه الطبقة الطغمة الفاسدة، ويجب أن ينتهي نظام المحاصصة، يجب أن يحاكمون علنا أمام مسمع ومرأى العالم كله، لأنه ما تم ليس فقط سرقة المال العام، سرقة أرواح الناس، القتل على الهوية، استباحة المحرمات العراقية، هذه قضية جوهرية. المال العام شيء ممكن أنه يعوض، لكن كيف نعوض أيضا أرواح الناس؟ نعم. التي زهقت وهم أبرياء. هذه القضية قضية اقتصادية، أنا أعتقد سوف تنظر بها الجماهير الشعبية، واحد الشرفاء من الموظفين العراقيين، لا ننسى نحن عندنا خبرات جيدة من الموظفين، من القضاة أيضا المستقلين عن القرار السياسي الذي تستحوذ عليه الطغمة الفاسدة. أنا أعتقد القادم سيكون أفضل، لأنه هذا كشف أول، أما القادم فهو أفضع في يعني حسباننا من أنه تكون هناك أسباب وعوامل مشجعة مسرعة للتغيير الاجتماعي القادم في العراق. نعم. إن شاء الله. دكتور صباح، ما أثر هذه العقود الفاسدة والفضائح الكبيرة التي من شأنها أن تهدر مئات الملايين من الدولارات على اقتصاد العراق المتهالك أصلا؟ حقيقة العراق لا يمتلك أي شكل من أشكال الرؤية الاقتصادية، بل تحول إلى بلد ريعي 100% حقيقة. ولذلك نلاحظ عمليات سرقة الأموال خصوصا الإيرادات الداخلة إلى العراق خلال السنتين الماضيتين مليارات كبيرة جدا. ولذلك نلاحظ أن قوى الفساد المرتبطة
بمافيات خارجية ومسنودة حتى من بعض الدول حقيقة تحاول تهريب أكبر قدر ممكن من هذه الأموال، وكأنهم يدركون اقتربت الساعة عليهم بعد هذه الاحتجاجات والحراك الشعبي الكبير جدا. أما مستقبلا حقيقة الاقتصاد العراقي اقتصاد قد يؤدي به إلى حالة الانهيار في عدم توفر العملة في ظرف قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في السنوات أو الأشهر القادمة، خصوصا بعد إذا ما حصل أي شكل من أشكال التوقف للحرب الروسية الأوكرانية والتوجه العالمي إلى الطاقة النظيفة، سيؤدي ذلك إلى انهيار كبير جدا اقتصادي ومالي وسياسي، وبدأ بالانهيار السياسي في الظرف الحالي في عمليات الكشف عن كل أشكال الفساد. ولذلك نلاحظ سرقة المال وتهريبه وغسيل الأموال أثر بشكل كبير جدا في منع المشاريع الضخمة الاستثمارية وتوظيف هذه التخصيصات العالية جدا. ولذلك نلاحظ مافيات الفساد متمفصلة في الوزارات التي تمتلك تخصيصات عالية، أثرت بشكل أو بآخر في زيادة الفقر، زيادة البطالة وغير ذلك من المساوئ التي يعيشها المجتمع العراقي جراء الوضع الاقتصادي السيء. أشكرك جزيلا دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي من عمان، وشكري موصول للدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي عبر سكايب من بغداد. شكرا لكما.